بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد العلم الزاهر السراج المنير وعلى آله سرج أنوار رب العالمين. كنا في هذه الملحمة من استخلاف الله عز وجل خليفة وجملة من الآيات التي نستطيع أن نقول هذه الآيات في بدء الخليقة هي بمثابة أصول للمعارف وأصول للشريعة وأصول للدين سبحان الله. ربما مرارا مر بنا مع الأخوة أمر بديهي في العلوم، الآن بات بديهي العلوم الحديثة والعلوم القديمة، بات بديهيا في العلوم في شتى العلوم لدى البشر قديما وحديثا هذه المعادلة الدائرية أو هذه المنظومة الدائرية، نكررها لأهميتها وقد أبان عن أهميتها سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله في حديثه كل العلم فضل أو فضل إلا ثلاث. شوف هذا البيان الإعجازي متسالم عليه علماء كل علوم البشر، آية محكمة عقائد، سنة قائمة الأخلاق وما يرتبط بالروح، فريضة عادلة الفروع قوانين العملية مجتمعية أسرية غيرها. طبعا في الروايات المروية عن النبي عندنا وعندهم بعض الأحيان تقديم فريضة عادلة على سنة قائمة وبعض الروايات تأخير ذلك. أيما كان، هذه الأعمدة الثلاثة التي بينها سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله أوتي صلوات الله عليه وعلى آله أوتي جوامع الكلم، يعني جوامع الحقائق، الكلم بمعنى الكلمة من الحقيقة، وهي أعظم من جوامع العلوم التي أوتيها أمير المؤمنين. جوامع الكلم من صفات النبي المتميز بها. أيما كان، فهذا الحديث النبوي، لذلك أغلب الأحاديث النبوية قواعد، ليست فقط قواعد بل هي قاعدة لقواعد سبحان الله. أغلب الأحاديث النبوية هكذا، أغلبها جلها، وهذا أحد معاني جوامع الكلم. أيما كان، فهنا هو صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين بيّن أن المعارف العقائد على علوم الأخلاق والروح، علوم القوانين البدنية والعمليات البدنية، هذه أعمدة ثلاثة هي بلب العلم.
الآن منذ العلوم القديمة وإلى يومنا هذا هذه الدائرة الثلاثية منظومة مترابطة عضويا، تبدأ من المعارف سواء في الإنسان الصغير وهو الإنسان أو في الإنسان الكبير وهو عوالم الخلقة. عوالم الخلقة مهيمنة على بعضها البعض بنفس المنوال الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وآله. عوالم الملكوت مثل المعارف، عوالم الأرواح والأنفس، عوالم المادية الأرضية كالأبدان. الإنسان الكبير الإنسان الصغير نفس الشيء، عقله، روحه، نفسه، بدنه. شوفوا كيف أن النبي صلى الله عليه وآله هاي الخريطة في منظومة العلوم التي بينها خريطة تنطبق على الإنسان الصغير وعلى الإنسان الكبير بنسق واحد. الآن مر بنا الإنسان الكبير والإنسان الصغير. لا، العلوم هكذا، العلوم الباحثة عن المعارف والعقائد مهيمنة، ثم تأتي العلوم الباحثة عن الروح والأخلاق وكذا كذا طبقة ثانية، ثم تأتي علوم القوانين المجتمعية وغيرها والعملية مرتبة ثالثة. فبات قديما وحديثا عند البشر أن منظومة نظم العلوم ثلاثية: أوج، وسط، حضيض، قوس، نزول، قوس، صعود، كذلك حضيض، وسط، أوج. هذا ما لا يمكن لأي باحث في أي علم من العلوم التنكر لهذه الدائرة ولهذا التسلسل. الآن افترض مذهب، أي مذهب، مذهب الحادي، مذهب شيوعي، اشتراكي، مادي، أي مذهب، أولا يبدأ برؤية كونية، فلسفة كونية، يعني رؤية معرفة عقائدية، بعد ذلك لفلسفة أخلاقية وروحية وكذا، ثم يأتي لقوانين. أفرض العلوم التجريبية المادية كبيرة بمثابة البدن للإنسان الكبير. الآن عرفوا بأن العلوم الميتافيزيقة، يعني ما وراء غير المرئية، علوم الأمور غير المرئية تتحكم في العلوم التجريبية. طبقات، شوف نظم العلوم. ومن يتحكم في الأمور غير المرئية التي تتحكم في المرئيات بعد هو خالق الخلق، منبع الواقعية. نفس التسلسل، لاحظوا هذه الخريطة العلمية إذا راعاها أي باحث في أي علم نتائجه تكون سديدة أو قريبة من السداد والصواب، وإذا غفل عنها أي باحث لا محالة سوف يقع في الخلط والتخليط. إذن هذه هندسة ما يمكن رفع اليد عنها، خريطة مهمة. طبعا أنا إنما تعرضت لهذا المبحث، ومرارا مر بنا المفروض، وله عبارات مختلفة، وله بيانات مختلفة، وله صياغات مختلفة، وله. إذن ليس لي بيان واحدة وليس لي صياغة واحدة. شوفوا الآن العلاقة بين العلوم التجريبية والعلوم الروحية في الغرب بات شيء مسلم،
نفس المبحث هذا نفسه بلغة أخرى. إذن هذا المطلب اللي نريد نركز عليه، وهو أن هذا المبحث يمكن أن يبين، يقولب، يصار، يعبر عنه بتعابير عديدة. إذا التفتنا إلى هذه المنظومة وهذه الهندسة، نلتفت إلى هذا المطلب عندما يقال أصول التشريع. في القوانين افترض ترجع إلى فلسفات الأخلاقية، الفلسفات الأخلاقية أصول تشريع الدساتير في دنيا البشر. طبعا صحيح. زين، الفلسفات الأخلاقية ما هي الأصول لها؟ الأصول لها الرؤى الأيديولوجية، أيديولوجيا العقيدة، المعرفة، وهذا صحيح. فكل طبقة أصل للطبقة التي تليها. شبيه، شوف هالمبحث عندهم أيضا، العقيدة تؤثر في الأخلاق، الأخلاق يؤثر في العمل، كذلك العمل يؤثر في توليد صفة أخلاقية، والصفة الأخلاقية تولد، نقول صعود ونزول، صعود نزول ثم صعود. إليه يصعد الكلمة الطيبة العقيدة، والعمل الصالح يرفعه مثل البنزين. نفس الخريطات تشير لها الآية الكريمة، إليه يصعد الكلم الطيب عقيدة، والعمل الصالح يرفعه. شوف الآية الكريمة، هذه المنظومة ودي الصياغة لها بيانات لا تحصى. النبيه والنبه الذي يفطن إلى شيء وحدة ذا البحث. لاحظوا هذه الآية الكريمة التي قرأتها العقيدة سلام الله عليها، فكانت عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. العمل يؤثر في الصفات، الصفات تؤثر حتى في عقيدة الإنسان. نفس الخريطة. آية أخرى في أول سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ملكوت، عقائد، معرفة، لا ريب فيه، هدى لمن؟ المتقين. متقين في صعيد العمل، النفس. شو السلسلة الرابطة؟ وهلم جرى الذين يؤمنون بالغيب وكذا كذا. فالمقصود أن هذه السلسلة مترابطة. إذن لماذا شرحنا دي القاعدة ولأهميتها؟ طبعا في مواضع عديدة لكي نبين الآن قضية استخلاف خليفة لله فيها أصول هذا التشريع أو أصول هذه الخريطة كاملة. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هنا مجرى هذا مبحث فيه منظومة عقائدية وأخلاقية وتجي إلى العمل، يفسد ويسفك هذا في العمل، جعل خليفة في صعيد العقائد. أتجعل كلمة استنكار، هل مجرى؟ فإذا دي هذه الملحمة في سورة البقرة، إذا يمكن التي هي ملحمة عن بدء الخليقة، يمكننا أن نعبر عنها فيها أصول المعارف وأصول الأخلاقيات. قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئت ولا تقربا هذه الشجرة
فتكون فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. بحث الصفات والأخلاق، هذه الملحمة موجود فيها بحث المعارف، بحث الروحيات الأخلاقيات، فيها بحث التقنينات الفقهية الفرعية، أصول دي المباحث في طبقاتها الثلاثة موجودة في هذه الملحمة. يعني أي مبحث عقائدي حتما له شاهد في هذا المبحث، له صلة بهذه الملحمة. مبحث أخلاقي الإنسان غرائزه كذا فلان تشط به كيف يردعها، له صلة بالمبحث في بدء الخليقة لأن تركيبة الإنسان. قوانين قلنا اهبطوا منها جميعا، سيتأتي الآية، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كلها مرتبطة بهاي. إذن هذه مطلع الخليقة وبدء الخليقة، رؤية جامعة لأصول التشريع في العلوم. أهميتها من هالجانب، لذلك هي محكم من المحكمات الكبيرة في القرآن. ملحمة. قبل لا نواصل التفاصيل بصيغة التساؤلات والإثارات، أذكر للأخوان السبع سور التي دوما نشير إليها أن فيها هذا الملف بنفسه لكن من زوايا أخرى بصياغة أخرى. ولابد إجمالا هم قبل لا ندخل عمقا نستعرض تلك المواطن في القرآن التي تشير إلى هذا الشيء من عدسة أخرى، زاوية أخرى. عدساتهم هاي الملحمة فيها مصورين كثيرين، كل مصور يعطيك زاوية، كل سورة تعطيك زاوية من هالملحمة. أي سمونه علم التصوير في القرآن، زوايا عديدة. السور الأخرى سورة الأعراف حوالي الآية 11، نفس الملحمة والحدث تتعرض له. السورة الثانية سورة الإسراء الآية 61، السورة الثانية. السورة الثالثة سورة الكهف حوالي الآية 50. السورة الرابعة سورة طه الآية 116. السورة الخامسة سورة الحجر الآية 33. السورة السادسة سورة صاد حوالي الآية 74. طبعا والسابعة هي نفس سورة البقرة التي نحن فيها. طبعا كما مر بنا هذه السبع سور ب
بدرجة مركزة تتعرض إلى هالملحمة، بدرجة مركزة عدسة فيها مجهرية ومجمل هذا الحدث تتعرض له. أما الصور التي تتعرض لهذا الحدث بالإيماء والإشارة ومن بعد فصور عديدة كثيرة جدا. الآن كلامنا في الصور التي تتعرض لهذا الحدث بشكل مركز. المهم فالأخوان يراجعونها ونضطر احنا طبعا للمرور عليها إن شاء الله عما قليل، ولكن أي مكان دعونا الآن نواصل في الدقائق الأخيرة بقية التساؤلات والإثارات حول متن هذه الملحمة لمحكمات القرآن في سورة البقرة. التعبير وصلنا إليه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض، إذن مر أن مخالفة الباري وترك الأولى أو كذا أو العصيان أو في عوالم الملكوت يوجب هبوط درك، ومن ثم لو استقرأنا المعاد وجهنم كما مر ظاهر الآيات أن جهنم هوي للهبوط أشد من الدنيا. معروف أن الدنيا دنيا، مو معروف أن الدنيا دنيا؟ لو لا الدنيا ليست دنيا، معروف أن الدنيا دنيا، لكن بحسب بيانات أخرى القرآن الكريم جهنم هاوية أهوى من هبوط الدنيا. ماذا يسمون جهنم؟ هاوية، وية وية وفيها وية. درك وإدارك أي أكثر. اهبطوا اعتلوا اهبطوا. الطائعون يعتلون والعاصون يهبطون، هاي منطق الجزاء في كل عوالم الدين. أستكبرت أم كنت من العالين عليين. إذن دي ملحم أو محور محكم في القرآن، ميزان القرب والبعد في كل العوالم والجزاء على الدين. هبطوا تأعرجوا، الصلاة معراج المؤمن، معراج أكو في لا في نزول. طبعا شوفوا التدقيق، الهبوط غير النزول، ها غير من أي جهة، مع أن في النزول هبوط بمعنى يعني لغوي، النازل والمتنزل قد ينزل لا لأجل جزاء إبعاد، أما الهبوط لا، نزول جزاء إبعاد، وهي تفرقة بين العناوين مهمة وللكلام تتم. وصلى الله على محمد وعلى آله.